لازم نسمع شيء من مديح حضرة النبي. نسمع ايه يا شيخ محمود؟ الشيخ محمود خليف المنشد والقارئ حبيب قلبي بصوته الحلو جميل ده. عرفنا يا عريضة. يلا 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 صلى الله عليه وسلم. الله الله ارحم شاجيا الله يا الله الله مولانا الله الله مولانا يا العظيم الله. انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما بتيجي انوار المولد بتستمر انوار المولد ويبقى فيها زي ما قلنا بيبقى فيها تنكيس للاصنام وبيبقى فيها كمان طفي للنيران بس كمان بيبقى فيها كمان تصدع للايوان. هل احنا كل واحد فينا عنده ايوان؟ طبعا عندنا ايوان كبير اسمه الانا. الانا دي في الحقيقه بتخلي الانسان يتسلطن ويحس ان هو كل حاجه تحت السيطره ويبقى عايش وعايز كل حاجه تبقى اندر كنترول، زي ما الناس بتتربى على ان كل ما تقدر تتحكم وكل ما تقدر تسيطر كل ما انت قادر تعيش حياة في امان.
بس يجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل لنا شكل تاني ومفهوم جديد للحياة، وتيجي أنواره تفكرنا إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالنور، والنور بطبعه جميل وهادي وبارد ولا يشعر به أحد. النور كده، نور حضرة النبي كده. أمال الإيوان تصدع إيه؟ قال له ليس من قسوة النور، ولكن لأن النور غارق فيغرق كل إنسان فلا يحتاج إلى سلطان. هو ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنواره لما جت قالت لابد إن كل سلطان ينكسر إلا الوصل بالرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده إذا كنت إحنا عايزين نمشي مع حضرة النبي، ما قدمناش غير الوصفة اللي قدمها لنا حضرة النبي عشان نعيش في أمان، اللي هي إيه؟ بلاها الإيجو، بلاها الأنا، وخلينا مع إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. مين دول يا رسول الله؟ الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. يبقى ما فيش حل غير إنك أنت بلاها السيطرة، وخليك في إيه؟ خليك في إن تكون موطأ، أن تكون سهل، هين، لين، أن يألفك الناس وأن تألف الناس. حاجة لو جربتها الحقيقة هتتغير حياتك. إصرارك على إنك أنت تعيش متسلطن، وكل ما تدخل مكان ينقولك مجلس، وكل ما تروح في حتة يبقوا يتعاملوا معاك بفخامة، أكيد مش كل الناس هتتعامل معاك ده، وأكيد مش هيبقى متاح مجلسك زي ما كان مجلس رسول الله متاح للكل. عايز تبقى مع رسول الله، تبقى مع الموطئين، مع الموطئون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون. تبقى إزاي؟ أول حاجة عشان تبقى من هؤلاء، تبقى مبسوط الوجه، تبقى مبسوط الوجه، سهل مجلسك، سهل كل الناس تروح، مفيش المجلس اللي ما يدخلش فيه غير بعض الناس، لا، تبقى أنت مبسوط الوجه ومجلسك سهل للناس. تاني حاجة، عينك لا تقع إلا على المحاسن. مش عايز تبقى من أهل محاسن الأخلاق، يبقى عينك ما تقعش غير على الجمال. لكن لو تعودت عينك تقع على القبيح، لا، أنت مش موطأ أكناف. أنت بدون أنك بتقع على القبيح ليه؟ عشان تشوف ده مناسب أن أنت تقعد معاه ولا لا. لكن لو عينك وقعت على الجمال، أنت كده بترى بنور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة التالتة وهي المهمة جدا جدا، إيه اللي حاصل؟ لازم حالك يكون دل على الله. وأكتر حاجة تدل على الله اللين والسهولة، إن أنت تكون سهل، هي اللين، تكون سهل إيه؟ الناس ما تشوفش في كلامك إن هي تخاف من لما تيجي تتكلم، لكن لما تيجي تتكلم الناس تتشوق إليك. ليه؟ لأن كلامك كله مليان إيه؟ مليان حالة من حالات الامتنان وإكرام الناس بالكلام. وما تعتبرش إن الكلام المجاملة اللي هو الكلام الحلو اللي هو أقوله للناس حسنة نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع التفضل على الناس. آخر حاجة، عايز تبقى حاضر مع مولانا سبحانه وتعالى، خليك حاضر مع الناس فيما أقامك الله فيه. ما تصرعش حد، ما تنزعش حد في حاجة، خليك مع الله سبحانه وتعالى في هذا الحال. يبقى عايزين نبقى يتصدع الإيوان ونكون مع الرحمن ونبقى في مجلس العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. خليك يا سيدي من الموطئين أكنافة الذين يألفون ويؤلفون. وجب بقى نسمع مديح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي. فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل
ولا ظل له بل كان نورا. الله الله تنال الشمس منه والبدور. الله الله ولا ظل له بل كان نورا. الله الله تنال الشمس منه والبدور. الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.